وينضم الينا من القاهره عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي. سيد عبد الباسط، يعني الاجتماعات الدوريه، اذا ما هو الجديد الذي قدمه هذا الاجتماع في هذه الدوره؟ ونتمنى أن يكون في جديد حقيقة. أولا هذه ضغط الدول العربية تتشارك معنا الكثير من الهموم والمشاكل والتحديات، وبالتالي هذه تشكل يعني قوة ضاغطة أولا على المجتمع الدولي وعلى القوى السياسية المتناحرة المشتبكة مع بعضها البعض في الداخل. نعم، بتقديري أن اللقاء هذا مهم جدا لإعطاء دفعة إلى خطة المبعوث الأممي سلامة، والتي من المفترض أن تكون في نهاية هذا العام أن تبصر النور بشكلها المثالي، بشكلها التنفيذي على الأرض الواقع، وليس مثاليا بقدر ما هو يعني محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد اللي أصبح مهشم للأسف. العملية الانتخابية هي بتقديري أن الكل أصبح مجمع عليها في ليبيا، القوى الشعبية البسيطة الممتدة في كامل الجغرافيا الليبية أصبحت هناك. صحيح، يعني هناك ربما رغبة أيضا كبيرة جدا يعني هذه أبرز ملامح وبرلمانية خطة مبكرة. المبعوث الأممي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام، لكن هل الأجواء مهيئة لإجراء هذه الانتخابات أم أنها قد أو سوف تكون مهيئة مع وليس مرور الوقت يعني قبل الجو نهاية العام؟ مثالي أو أنها مهيئة، هو الوضع ليس مثاليا أبدا، ولكن الظروف الحالية هي التي تضطرنا للأسف الذهاب لهذه الانتخابات لإنهاء جدلية الأجسام الموجودة. يعني عندما نتحدث عن هذه الأجسام التي أرهقتنا طويلا في حوارات أنتجتها الصخيرات المغربية ومن بعدها أكثر من سنتين ونصف ونحن ذاهبون إلى السنة الثالثة، وبتقدير أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تستوجب وجود حكومة واحدة مركزية وطنية تستطيع أن تلبي أولا الاحتياجات الضرورية لتوفير الخدمات للمواطن البسيط الذي يعاني الأمرين اليوم. وبالتالي نحن هذه حكومة ظرفية وقتية، مجلس، برلمان، رئاسة، كلها مسألة تتعلق بظروف استثنائية. هو الوضع ليس مثاليا، هناك مشاكل كبيرة جدا سواء في سبها، سواء هناك معركة ضد الإرهاب في مدينة درنة، هناك اشتباك سياسي داخل العاصمة طرابلس، يعني مسائل معقدة. هو نعم كما تفضلتي، ولكن الظروف نتيجة الظروف الميدانية والظروف الإنسانية تستوجب تدارك الموقف بشكل عاجل. طيب، يعني من بين الموضوعات التي تبحث في هذا الاجتماع هو مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو أمر ليس بالجديد، لكن ما هي العقبات التي تقف حائلا أمام هذا الأمر؟ والله للأسف التدخلات الخارجية يعني بعثرت الأوراق. الخطوات جيدة، يعني الخطوات التي تجري في مصر على مدى 6 لقاءات التي تم عقدها هنا في مصر كانت جيدة، تم الاتفاق على الكثير من النقاط، أصبح لم يعد عنها إلا الإعلان النهائي عن توحيد المؤسسة العسكرية. ولكن بتقديري أن بعض السياسيين المقامرين المجندين من الخارج وهم الليبيون الموجودين للأسف للداخل الذين يقودون بعض القوى الحكومات للأسف هم الذين يعرقلون هذه المسألة بالتحديد. أولا وجود مؤسسة عسكرية قوية موحدة هي تحمي المشروع السياسي، لأن إذا ما ذهبنا إلى انتخابات بدون قوة عسكرية منضبطة لن نستطيع للأسف حماية القرار السياسي. يعني القرار السياسي سيكون في طرابلس مختطف مثل ما نراه اليوم لدى فايز سراج، يعني لا يستطيع حتى توقيع أو إمضاء على ورقة واحدة إلا بمشاورة قادة الميليشيات هناك. نعم، إذا عبد الباسط بن هامل المحلل والكاتب السياسي الصحفي، شكرا جزيلا لك.